يعني هل انتوا شايفين انه ارتفاع الاسعار خلى الناس تقبل على التأمين اكتر ولا ايه يعني، هو زي ما قلت لحضرتك ولا الاول بسبب الاقساط، موضوع التقسيط وانه لازم البنك يأمن وكده؟ هو ليه كذا جانب حضرتك. الاثنين مع يعني بعض. يعني طبعا لو في حاله التقسيط واشتراط البنوك انه يأمن، ده جزء مهم، جزء مهم زي ما قال الاستاذ خالد، انه مرتبط بانه انا بغطي الخطر بتاعي في مواجهه الاصلاح، قسط التامين ارخص. في جزء تاني كمان انه في مشروعات كتير وحاجات كتيره ساعدت في نمو انواع التامين بشكل عام، مش بس بسبب زياده مبالغ التامين. يعني احنا عندنا خلال الخمس ست سنين اللي فاتت في مشروعات كتير جدا على مستوى الدوله، زي حضرتك جميع المرافق اللي تمت، جميع المصانع والمشروعات الكبيره، المدن الكبيره زي العالمين الجديده وزي العاصمه الاداريه، كل دي مشروعات بيتم التامين عليها، وبالتالي ده بالنسبه لي بيعتبر دخل تامين جديد. يعني انت بتامن على مشروعات زي دي؟ طبعا يا فندم. يعني ايه من المشروعات بتامن عليها؟ كل المشروعات اللي موجوده تحت تشييد، اي مشروع تحت تشييد، يعني المدن الجديده كلها زي ما استاذ عمر قال، كل الانفراستراكشر، مشروعات البنيه التحتيه كلها. لا معلش، بتامن عليها ازاي يعني؟ بتامن عليها وهي تحت التشييد، يعني هي النهارده المقاول عشان بيبتدي يشتغل بيعمل مثلا محطه ميه، محطه صرف صحي، بيعمل مساكن، وهو بيبني هو معرض لحوادث، ممكن المواد دي تتسرق، ممكن تحصل حريقه، ممكن المبنى بعد لما يطلع حصل له حاجه، يحصل له انهيار، لو حصل لا قدر الله زلزال ولا حاجه وحصل انهيار فيه، اي خطر معرض ليه بيتامن عليه بوثيقه اسمها وثيقه جميع اخطار المقاولين، كل الاخطار المعرض ليها المقاول، بالاضافه الى مسؤوليته عن الاضرار اللي ممكن تضيف تصيب اطراف اخرى. يعني مثلا نوضح عليك، مثلا ركنه عربيه الجنب وهو بيشتغل وحصل حاجه لا قدر الله، هو مسؤول، فاحنا بندفع المسؤوليه دي عنه، فالمسؤولية تجاه الطرف الثالث اللي هو فالمشروعات الشغالة دي كلها طبعًا كلها بتأمن عليها، لأنه حضرتك النهاردة أي مقاول مهما كان حجمه في النهاية هو بيشتغل بفلوس المالك الأصلي طبعًا. لو حصل لا قدر الله حاجة للمشروع زي ده وهو مازال في عهدته قبل تسليمه، مهما كان المقاول، تخيل حضرتك مثلا البرج الأيقوني أو كل الحاجات اللي ما شاء الله الكبيرة اللي موجودة في البلد مش متأمن عليها، لو حصل ليها شيء المقاول ده بره الخدمة مباشرة، والمالك هيعاني لأنه مش هيقدر يكمل مشروعه، التأمين بيدخل عشان يدفع ده.